عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا لجع يشوش على الجزائر أو لجع يشتكي الكاف وكوت ديفوار يتم والله أعلم، حتى الآن لم يؤكد الخبر نقل كان 2023 من الكوت ديفوار إلى الجزائر، خبر غير مؤكد. تعالوا نشوف عاجل هذا، هيا بنا نسمع وماذا. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، هيا بنا. كشفت مصادر مغربية من داخل الجامعة الملكية المغربية بأن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لن يتوجه إلى الجزائر اليوم الأربعاء، كما تردد المشاركة في كأس إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وأضاف المصدر بأن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحذيراته بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة، والسفر إلى الجزائر معلق إلى حين. مصادر نقلت أيضا بأن الجامعة متشبثة بقرار توجه إلى الجزائر عبر رحلة مباشرة من مطار سلة الرباط بواسطة الناقل الرسمي الخطوط الملكية المغربية إلى الجزائر، شأنها شأن باقي المنتخبات المشاركة. عاجل مصدر جامعي للمنتخب، المنتخب الوطني لن يسافر إلى الجزائر. ما رأيكم بهذا الشيء؟ أتمنى الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة. هنا أيضا يؤكد هذا المصدر أن الجامعة تنتظر الرد الجزائري وتتشبث برحلة مباشرة، هذا أيضا تابع لهذا العنوان. ما رأيكم بهذا العنوان؟ لماذا هذا الشيء؟ نتمنى أن تبتعد الفتن عن الجميع، عن الجزائر والمغرب. هنا أيضا موقع آخر يقول، هيا بنا نشوف هذا الموقع. تنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رد الاتحاد الإفريقي للعبة بالحصول على ترخيص للسفر عبر رحلة جوية مباشرة إلى الجزائر تأهبا للمشاركة في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي ستجرى أطوارها في الجزائر خلال فترة ما بين 29 إبريل و 19 ماي المقبل. وعبرت الجامعة عن تشبثها بالسفر إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة، حيث طالبت الاتحاد الإفريقي بالترخيص لطائرة المنتخب المغربي لا إله إلا الله للمشاركة في البطولة. تريد رحلة مباشرة، طائرة مباشرة، بطولة رياضية كرة القدم المنتخب المغربي. طيب ما رأيكم أنتوا أخواني وأخواتي؟ طبعا هذه صفحة اسمها البطولة، أتمنى منكم تشاركونا في هذا العنوان.